اكثر. معنا هلا احدى هذه الشركات، خلينا نتعرف للمبدع والصاحب الاعمال الصغيره بتكون له فرصه كثير كبيره، انه هو عنده بيركز على منتجه، بفهم في المنتج كيف يصنعه، مثلا اذا كان هو حرف يدويه او رسم او تصنيع البسه او حتى بالتكنولوجيا. في ناس بيحبوا الجيمز، بيحبوا مثلا الموبايلات الجوالات، فبالنسبه لهم عندهم عشق بهالموضوع وبدهم يدخلوا بمجال رائد بالنسبه للابداع اللي عندهم كيف يستفيدوا في تسويقه. فموقعنا بيلعب هالدور، بربط العميل اللي هو على الانترنت، بيقدم كل التكنولوجيات المطلوبه للمبدع انه يستفيد بسرعه، ينتشر عمله ويقدر يكون عنده قاعده عملاء كبيره. وفي القاعده اللوجستيه والدفع، هي كيف تامين السلعه للعملاء بعد شراء عن طريق الانترنت، وخدمات الدفع ان كانت عند الاستلام او للناس اللي بتخوفهم من استعمال بطاقات الاستلام او على الموقع نفسه باستعمال بطاقات الائتمان والدفع.